قال أبو الطيب في صباه هو صبي، قال: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق، ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق، جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما تحرق، وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منه ما لقوا، أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق، حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق، أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق، وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، يا ذا الذي يهب الكثير وعنده أني عليه بأخذه أتصدق، كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا هيا تفرقوا، صلى الله وسلم.